لكن أقوى من كل البشر على المعتدي صوتك سليم شايلة إيه بين أحضانك يا ماما مكاني لعبة لي أو هدية جايبها لي يمكن تكون لعبة العبيدة خايفة ماما توريها لي وريها لي ولو شوية ضحى حلوة ما هي الشقية مش بتاخد حاجة غير لو جايبها لي ماما ريم ليه لبستي طرحتك انت خارجة يا ماما برا طب عبيدة حضرتك كان معاكي في كل مرة مش هتاخدي عبيدة ليه لو بكاها عمله ايه مش هتاخدي عبيدة ليه لو بكاها عمله ايه حتى مع بابا يا ماما مش بيسكت بين ايديه مش بيسكت غير في حضنك مش بياكل غير في حضنك كل حاجة عنده انتي كل حاجة عنده حضنك نعمل ايه واحنا في بعضك نفسي اعرف ايه اهم من عبيدة ومن ضحى عمالين ننده عليكي وانتي بتزيدي خطى طب رجعي يا ماما اوام معرفش من غيرك انا غير لما تحكي لنا الحكاية انا عبيدة عشان ننام بس عرفت ايه كان اغلى منا دلوقتي بس عرفت ليه زادت خطاكي تسلم خطاكي وتسلمي المسرره سبلنا يا ريتني كنت انا وعلي